أتى رمضان فاقبل يا أخيا أقبل إلى الرحمن واتبع النبي فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا تزود بالفضائل واغتنمها كفى ذنبا وإسرافا وغيا وقل يا رب ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا وأحسن منها كلام الله. شهر رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.